يا فايز سيفاجئك، رحب به. يا مرحبا متسابق يعني؟ ما ادري. يا مرحبا، حياك ربي. الله يحييك ويرضى عليك، حياك الله. شو كذا ترحب بضيوفك؟ ارحب وقهوة وبخور. يا مرحبا، ترحيب تن تسبق طويق بس طويق. يا مرحبا، ارحب. من اخوياك اللي سلك لك؟ هو سلك لك. يا مرحبا، تذكر من اخوياك اللي سلك لك؟ حياك ربي. كيف حالك؟ طال عمرك. الله يسعدك بخير ونعمة. شو اخبارك؟ طيبين ان شاء الله؟ عساكم طيبين. والله للاسف ما تعرف اصدقائك. الله يرفع قدرك، اسمع صوتك. الله يسعد. والله هذا مره شكل خوي مؤدب. اخويا يعني مؤدبين، بس هذا مره. احنا ما نود عشان ما نفشل كثير، فشوي شوي فهمت. لا هذا بدا يزبد. يا حياكم ربي. ما عرفته والله يا فايز، اقسم بالله ان صوت. طيب أنا أقترح أنك تحذف رقم فايز وتنهي علاقتك فوراً معاه، وتعتبر كل ما مضى هو جزء من التاريخ، صفحة وانطوت وغلطة من غلطات حياتك. إلى الآن لم يتعرف على صوتك. سبحان الله، أقولك بعض الحين أنت السنوات ربي يرسلك بعض الناس اللي جزء من الصبر. الحمد لله إحنا صبرنا وأخذنا الأجر، الحمد لله. يا هذي زبد، خليني أرد عليه. من هو؟ الله يصبر. هذي قاعد يزبد هذا، من هو؟ طيب سؤال الصديق. ما راح أقول إن أنت. لا والله تكفى. والله عندي مفتاح، اذا قلته بيعرفني. عطني اياه. ايوه هاته. فايز المرق، بارك الله فيك. المرق، ها؟ المرق. يا مرق. أيوة. انت مرق. تحدي المرق يا فايز. تحدي المرق. والله ذاكرتك ذاكرة سمكة. لا اكيد اعرف انا، ذاكرتي مو ذاك الزود. تحدي مرق. عرف بنفسك. عرف انت. عرف بنفسي. عرف بنفسك. ما يعرفك والله العظيم. احذف رقم. انا لو منك والله احذف رقمك. خلاص تمام، انا بعد رقم انتهينا، هذا خلصنا منه. معك عامر العيسي. ارحب 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 مليون. يا مرحبا يا عامر، هلا هلا ابو حسين، يلا حيا. الله يبقيك. وراك تبي تروح الحين انت؟ والله انا اسف. انا داري داري والله انا اسف، ترى مكلمه قبل اربع ايام. حيا ابو حسين. طيب اربع ايام مقابلني، قبل اربع ايام مقابلني وجه لوجه. كان قلت لي الفتة اللي سوتها أمك مو بالمرق، بتذكر على طول. لا تحدي المرق، تذكر إيه فيري والمرق. يا مرحبا يا أبو حسين، يا مرحبا. طيب الله يبقيك، سلمك. يا تفضل. مساك الله بالخير يا أستاذ عامر. طبعا بعد عدم التعرف عليك من صديقك للأسف فايز، الآن احنا بنسألك سؤال، وأنت الآن تمثل صوت الجمهور يا عامر، ويجب انك الان ترمي بعلاقتك الوديه اللي انتهت قبل قليل اصلا خلف ظهرك، علاقتك انت وفايز وصداقتك. راح نسال سؤال الفايز ونسال سؤال لك. الان فايز بيختار الاجابه، انت لازم تختار عكس اللي بيجاوب عليه فايز. تمام؟ تمام. اختر بسرعه السؤال. اختر السؤال، عطني الظرف. بدون قول السؤال. لا هو بيجاوب على طول، هو عطني اياه انت الظرف. الزبده كل الاجابات صحيحه. كلها صحيحه، البرنامج كل اجاباتنا صح. لا لا يعني كلها مقربه الى نفسي صراحه. اختار الاقرب قليلا. لو لازم اوافق ولا عاكسه؟ لا لازم توافق انت عشان تفوز انت. بنتي الحلقه بنتي الموسم. احنا يلا 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 الفايز. الله يحييكم. يلا امسك. خلصت؟ الله يسلمك. اذا وافقت افوز صح؟ اي والله. وش فيك يا فايز؟ حبيبي شوف ركز معي. انا شوي تعبان. شوف انا انت سوا اتفاق سوا اجابه هو انت فوز. بس انسى انت ايش يبغى جمهور، انت لازم تفوز. طيب بنسالك يا عامر. تم. السؤال يقول، لا تلمح له يا فايز ترى صدق الموضوع. ابو حسين وقت فراغ فايز. فايز بعكس وقت فراغ فايز، تعرف هو اصلا اغلب وقته فاضي ما عنده شيء. يفضل ان يقضي هذا الوقت وين؟ في المكتبه ولا في البر؟ جاوب. تفضل انت تمثل صوت الجمهور. اذكرك يا عامر ويجب انك تعاكس الاجابه اللي يختارها فايز. يعني فايز مثلا لو يقول ان المكتبه انت اختار العكس. تفضل. طب فايز الان اختار الاجابه. ايه اختار وخلص اجابته الان معي. اوكي طب المفروض اعرف الاجابه ولا؟ ايوه. اها يلا وش تتوقع؟ لا البر البر البر. تتوقع ان البر؟ اي تمام. اذا وافقت هذا الحين افوز. تو فهمتك يا اخي. خلاص يلا سوي اللي تبون. طيب اوفر. خلاص اذا اجابتك انت يا عامر تتوقع ان فايز لما يقضي لما يكون وقت فراغه كثير وهو كذلك يقضيه في البر. نعم هذه اجابتك. نعم تمام. فريق الاعداد نشوف الاجابه الحين. احس الفضول مره ألف، ولا نخليه في نهايه الحلقه؟ خليه نهايه الحلقه معليش عشان الفضول حقي. طيب اشكرك جزيل الشكر استاذ عامر، يعطيك العافيه وشكرا ونورتنا.
شكرا يا ابو حسين، شكرا. سعيد فيكم، سعيد فيكم، وعدنا ان شاء الله اذا جيت ان شاء الله. والله بيسطرك نواك والله. الوعد في البر. نراكم على خير ان شاء الله. الله يسلمك. وش قصة المرق؟ والله تحديت تحدي. ايه. وكان الجائزة مرق. لا سالفة قلت اغسل وجهي بمرق، قال لا بفيري. ايه. بفيري ومرق وكذا، ولعله فاز علي في التحدي، ومن ذاك التحدي إلى الآن ما قابلته. ايه. عشان إذا قابلته لازم اغسل وجهي بفيري.